الفيديو ده هيزعل مني ناس كتير، لكن انا حابب اتكلم فيه وبدون ذكر اسماء. في ناس كده عندها مزاج انها تقعد تكتب بوست على الفيسبوك كله الغاز، اللي هو يقول لك ايه مثلا فلان الفلاني مثلا اتقبض عليه، يكتب لك وفي كمان حد كبير قوي قريب جاي، اول حرف من اسمه مثلا كافيه. تقعد بقى الناس كافيه ايه كافيه ايه كافيه، فيطلع بعد شوية ان مثلا الشخص اللي اتقبض عليه ده اسمه مثلا جمال سعيد مثلا يعني، فيقول لك ما انا كنت اقصد بالكافيه جمال سعيد. ما هو حاجة من الاتنين، يا انت عندك مصدر جوه مكتب النائب العام او جوه الرقابة الادارية بتقول لك المعلومة، يا انت بتجود وبتألف المعلومة بناء على توقعات او خبرات. والحاجة التانية انه يا انت عندك الصلاحية انك تقول المعلومة، يا انت بتجود يعني ايه اللي هو انا اللي قلت الاول، عشان لما الحاجة تتذاع او تتنشر او تتقال بشكل رسمي فتقول انا افتكره انا كنت قايلها من شويتين، انا اللي قلت في الاول، انا اللي كنت عارف. هو انا بعتبرها يعني ايه، في ناس كتير ممكن يبقى عندها معلومات بس ما بتحبش تقول لان مش مصرح ليها انها تقول. السوشيال ميديا خلقت مساحة عند الناس دي او عند الفئة دي من الناس ان هم يتباهوا بان هم يعرفوا المعلومة حتى لو ما يعرفوش المعلومة، يعني حتى لو سمعوها كده يعني اشاعة فيتباهوا بيها. انما فعليا هو يا اما انت بتقول لي خبر مكتمل الاركان زي ما كده بندرسها في الميديا يعني او في الاعلام، اللي هو امتى وازاي وفين ومين ويعني وليه، ويعني لازم تجاوبني على اسئله انك بتقول لي خبر، او تقول ان يا جماعه في اشاعه طالعه بتقول كذا. ولكن ملهاش لازمه ابدا اقعد اقول لك بقى ايه على فكره ده في موضوع هيحصل كمان يومين وناس كتير متورطة فيه، والناس دي كانوا بيطلعوا زمان في برامج عن المرأة وعلامتين تعجب ووش بيضحك واتنين تلاتة وش معرفش عامل ازاي وبعدين اسكت. فالناس بقى تقعد بقى تكتب له في الكومنتس ايه بقى، لا قول يا سيد، والنبي لا تقول يا سيد، ما تسكتش يا سيد، احكي يا سيد، ما تغلبناش بقى يا سيد، ما تضايقناش بقى يا سيد، ما في ايه، ما تقول يا سيد، يا تقول يا ما تقولش، يعني يا تقول عندك معلومه يا تقولها، يا ما تقولش، يا ما تجودش، او مش ما تجودش، ما تعرفناش، من الاخر ما تعرفناش، يعني عندك معلومه مكتمله عايز تقولها فوق دماغنا، عايزين احنا يا عم عايزين نسمعها، مش عم عندكش ما تقولش. فأنا عارف إن الفيديو ده ممكن يزعل مني ناس، لكن أنا اللي عايز أقوله إنه يعني يعرف حاجة فبتقولها بشكل واضح ومصرح ليك إنك تقولها، ده حلو قوي، يا مش عارف فما تعرفناش. سلام عليكم.